التصنيع اللي استعملناه تتضمن اكيد لازم تتضمن شنو بها ماء. بعض التطبيقات احنا ما نريد الماء، فشلون نشيل الماء من الايثانول؟ نعبر عليه مولكيولار سيف دي هايدريتر. اوكي، يعني مثال وضع يعطيك. بالنسبه لنا احنا وايرل جاز احسن مثال، هو احنا من نتعامل بالناتشرال جاز او نتعامل بالال بي جي، راح حتى الكبسه لازم شو نسوي؟ حتى يصير ضمن ضمن هجوم ممكن نقلها، مثل قنيه الغاز، مثلا الشحن مالت الناتشرال جاز، نشحنه بالبواخر، لازم شنو؟ نكبس اكبر كميه ممكنه، اصغر حجم ممكن. زين، نحن من نكبسها لازم شو نسوي؟ نكبس الغاز. لا هسه قبل الماء، احنا حتى الغاز نكبسه شو نسوي له؟ نرفع الضغط ونقلل الحراره. فبالغاز الاندستري الحراره تصير ناقص 50 ناقص 75. اوكي، بهاي درجه الحراره شو يصير بالماء اذا موجود؟ ينجم واذا انجمد؟ يسوي لي مشاكل بالكابسه، يسوي لي سداد بالانابيب بالكابسه. فبالصناعه الغازيه الغاز انجينيرنج او الغاز بروسيسنج ناتشرال غاز شود بي فري اوف ووتر، فري يعني ما بي ووتر حتى لو نسب قليله. اوكي، شنو نستخدم؟ نستخدم مولكيولار سيف